نطلع معاكم في خبر آخر. شهدت مدينة حائل المعروفة بجمال طبيعتها مؤتمر حائل الدولي للطب نمط الحياة، وبمشاركة 40 متحدثا من مختلف دول العالم. الملفت في هذا المؤتمر الصورة الفنية اللي شفناها لأول مرة، مؤتمر دولي خارج القاعات ومن قلب الصحراء والطبيعة، مثل يمكن ما احنا شايفين في الصور. يا الله، فكرة رائعة. يعني حلو أنه ليس فقط الرياض بيقام فيها هذه الملتقيات والمؤتمرات الدولية، بل موزعة على جميع أنحاء ومدن المملكة. يعني شوفوا هذا المنظر الخلاب اللي في هذا المؤتمر، اللي جاء فيه الكثير من المتحدثين والمهتمين في هذا الموضوع من جميع أنحاء العالم. قديش إحنا بنروج لكل مناطقنا الجميلة في المملكة، ونستغل يعني الجو الجميل، ونستغل جمال طبيعتنا والمناطق الجميلة اللي عندنا، بحيث أنه نقام فيها هذا النوع من المؤتمرات ويشوفوا الناس ايش عندنا من طبيعه، وايضا لتبادل الثقافات والتجارب في هذا الموضوع. انا حابه الاهتمام اللي واضح بالتراث، خلينا نقول بشتى مجالاته. صحيح. بتراثنا يعني للامانه انا مره مبسوطه. مثل هذه المؤتمرات، مثل تشجيع الشباب والشابات، تثقيف الجيل القادم اللي يعني جيل الايباد زي ما يقولون، اللي يعني يمكن لعله شوي ابتعد، وهذا يعني طبيعه الحياه. لكن مثل هذه المؤتمرات، مثل الفعاليات هذه اللي قاعدين نشوفها، قاعده ترجع، قاعده تعزز الهويه الوطنيه، وخلنا نقول ثقافه تراثنا بشكل عام. انجاز جميل وغير مستغرب اكيد على السعوديه والسعوديين. نعم.